أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الخطبة أو الموعظة التي تقال بعد صلاة الكسوف هل هي سنة وما حكم المداومة عليها؟ نعم سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الكسوف وعظ أصحابه، بل إن بعض العلماء يرى أنه واجب، ويروا يسمونها خطبة الكسوف، لكن الجمهور على أنها ليست خطبة وإنما هي موعظة، تذكير للناس وترقيق لقلوبهم، وأن الله جل وعلا يغار من ذنوب عباده وقد يغير عليهم. هذا الذي سلب النور من الشمس ومن القمر قادر سبحانه على أن يغير على العباد إذا غيروا ما بأنفسهم. نعم.